بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث إن شاء الله عن الاستيكي، والاستيكي حاجة بتبقى ثابتة، يعني بنقول عليها ستيكي نوتس، بتاخدها كده مثلا وبتثبتها عشان تبقى في نظرك دايما، كل ما تيجي تتحرك تلاقيها موجودة في مجال رؤيتك. ده الغرض بالظبط من أنت تستخدم حاجة زي كده في موقعك، إنها دايما تكون موجودة في مجال الرؤية. ايا كان العناصر في الصفحه بتبتدي تتغير، لكن هي دايما بتكون موجوده في مكان ثابت، وكمان لو يعني لو عملت سكرول ولا بتاع بتلاقيها بتضطر انها برضه تكون موجوده في مكان فيكس. ده القصد من كلمه ستيكي. المثال اللي هنحاول نمثلها بيه، يعني يا جماعه مثلا الصوره ديت هم حاطين لها عاملين لها ستيكي، فلو انت حاولت تنزل بسكرول بتلاقي الكونتنت المحتوى يتغير، لكن الصوره ستيكي ثابته في مكانها. هي كانت فوق من شويه، لكن لما جه مجال الرؤيه بتاعها يتغير، لا مع ستيكي هي تعتبر ثابته. ده مثال لحاجه ممكن نعملها بالطريقه ديت. ده المثال اللي احنا ان شاء الله بنحاول نحكيه في السيشن بتاع حلقه اليوم. اوكي ماشي، خلينا نرجع على الكود تبعنا. واللي انا عملته يا جماعه ان عمل ديفيجن بست كولومز يا جماعه، وحطيت فيه كونتنت من نوع معين، يعني مثلا تقريبا في حدود ما شاء الله من الباراجرافات كان الناتج معايا الجانب ده بعد ست كولومز مفروض عليها. القصد اني اعمل يعني اني اظهر لك السكرول. متفقين؟ تمام اوكي جيد. نيجي نعمل ايه؟ نشتغل على الستيكي. إيه انا محتاج علشان ادرج الاستيكي محتاج يا جماعه ديفيجن. اوكي الديفيجن ده انا هديله، يعني انا كنت شغال على ست كولومنز، هخلي الست التانيين هي اللي هحط فيها الكونتنت بتاعي، هحط فيها الحاجه اللي هتبقى ستيكي. تمام، فهديلها نفس الكلاس بتاع الست كولومز. تمام، الجانب ده لازم يكون واضح وحضرتك بتحاول تنفذه في الكود بتاعك علشان تحدد مكان بالظبط الاستيك هيبقى مكانها فين وهي هتتحرك فين وكده. تمام، الجانب الثاني الكلاس الديفيجن ده يا جماعه راح ياخد اتريبيوت للدلاله على ان هو هيعتبر كونتينر. هنا انا هحط الحاجه اللي انا عايزها، الحاجات اللي انا عايزها تبقى ستيكي. الشهادات انا ممكن احط اكتر من حاجه، ممكن احط نص وصوره وزراير والى ما يهمنيش. تمام، علشان كده ده انا هسميه الربر او الكونتينر اللي هيشيل لي الحاجات اللي هتبقى ستيكي. متفقين؟ فانا دلوقتي اديت له كلاس عشان يبقى مع الجريد يبقى ست كولومز. النقطه الثانيه هدي له الاتريبيوت اللي هخليه يكون الكونتينر بتاع الستيكيز. تمام رايت. فالاتريبيوت ديت عباره عن داتا هايفن ستيكي هايفن كونتينر. اوكي جميل جدا، انا كده عملت الرابر الاناء الحاوي لشويه الحاجات اللي انا ناوي اخليها تبقى ستيكي في الموقع بتاعي. اوكي النقطه الثانيه هنروح عاملين ديفيجن تاني. الشاهد في موضوع الديفيجن ده انه راح يتحمل بكلاس معين، فاهمني؟ حضرتك ممكن تحط اللي حضرتك عايزه، انا ما عنديش اي مشكله طالما هتشيلها الكلاس اللي هيخليها تكون ستيكي والاتريبيوت اللي هتخليها ستيكي. لكن انا بستخدم ديفيجنز اللي بميل اني اعمم في الغالب، يعني انا ممكن استخدم اكتر من حاجه جوه الديفيجن ده، فبجيب المثال من الاخر بدل ما انا استخدم باراجراف مثلا او اسم معين واديله الكلاس والاتريبيوت، فانا بجيب لك الحاجه اللي انت ممكن تفكر فيها بمستوى بعيد شويه. تمام، يعني انت ممكن تستخدم ايه اكتر من حاجه، خلاص مش مشكله، حوطهم بديفيجن وحط اللي انت عايزه جوه الكونتنت ده. طيب علشان برضو كالعاده طالما انت بتستخدم عنصر لازم تدي له اتريبيوت وحاجات مربوطه بالكونتينر اللي فوق منه. اكزاكتلي يا جماعه، فهيكون معايا الكلاس اللي هتبقى قيمته ستيكي، ده العنصر الستيكي، وطالما في كلاس هياخد الستيكي يبقى لازم انت تحط له اتريبيوت. الاتريبيوت هي داتا ستيكي. اوكي جميل، جاهزين كده ان احنا نحط العنصر اللي انت عايزه يكون ستيكي. ونفرض بقى انا هاخد الباراجراف ده يا جماعه، دي شيفت اسف، هاخد نص من النصوص دي، هم شيفت اند كنترول سي، هم هحطها هنا. يبقى كده اللي معايا انسيرت، اللي معايا ستيكي يا جماعه الباراجراف ده. ماشي، لو انا عملت كنترول اس كده ورحت عشان اشوف انا عملت ايه في الكود، ادي الباراجراف اللي عليه مين.
او انت واخد بالك ان هو ستيكي، انت عامل سكرول براحتك، انا ثابت والله ما تعمل ايه. تمام، ده الفكره بتاعت الموضوع الستيكي. بيفكرنا ببوزيشن، بيفكرنا باتريبيوت في سي اس اس كانت خاصه بالبوزيشن، اما كنت بتقول ان بوزيشن فيكسد على ما اظن تقريبا يعني في سي اس اس. ده الشاهد، فحضرتك ممكن تحط اللي حضرتك عايزه طالما موجود في نطاق الديفيجن، وده الشاهد من استخدامنا للموضوع ده. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك طيب ماشي، بنفكر بشكل تاني ونقول ايمج ماشي اس ار سي، المسار بتاعي تقريبا ايمج هايفن ماي 01 دوت جي بي جي، رب اكون كتبتها صح، وهدي لها الكلاس طالما صوره، هدي لها السب نيم. والت انا هسيبه فاضي يعني، انا بس بنحاول نقول للناس مدى اهميه الوسم يعني. جيد، لو انا كنت فاكر الصوره صح تمام، ادي صوره وادي كونتنت، والاثنين ستيكي، الاثنين ثابتين في جزء معين من الشاشه. ده الشاهد معايا يا جماعه. ده بالنسبة لإيه؟ المثال الأول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.